امبارح يا كريم برضو لاول مره بجد من السنه اللي فاتت، كنت امبارح خارجه في هنا في زايد في مكان مفتوح، اول مره احس ان البرد ابتدى شويه. طبعا يعني وانتوا حضراتكم قاعدين، معرفش مين خرج امبارح يعني تحديدا، بس من الناس اللي خرجت امبارح اعتقد ان هم كمان استشفوا الجو، ابتدى كان يبرد. يعني انت لو لابس نص كم او غيره لا تحس ببرد شويه. ف والله وجه اليوم اللي هتطلعي فيه الشتوي يا هواد، لا وانا ما بعد بشيلش طول الشتوي، اللي هتستخدمي فيه الشتوي. انا الشتوي فاضل في الدواليب بيصعب عليا اشيله. على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم. عندنا برضو مجموعه من الاخبار المتنوعه، من الاخبار المتداوله بقوه اليومين اللي فاتوا، تقدم السير جيم راتكليف، وهو طبعا رجل اعمال بريطاني شهير، تقدم بعرض جديد لشراء جزء من حصه مانشستر يونايتد الانجليزي. ده واخد الحقيقه يعني عامل صدى واسع جدا، ومن اول ما اعلن عن هذا العرض الجديد، لان هو كان ليه عروض سابقه، ابتدت بقى تتولد وجهتين نظر مختلفتين من قبل جماهير وعشاق المان يونايتد. البعض منهم بيقول ان ده هينقذ النادي من الازمات اللي هو فيها، والبعض الاخر شايف العكس تماما، شايف ان دي ممكن يحصل بناء عليها ازمات اكتر بكتير، خصوصا اذا تناقضت اراء ملاك هذا النادي. على كل حال ادينا هنشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله ايه اللي هيحصل. المهم ان سير جيم يعني بيسعى جاهدا للحصول على حصه بتبلغ حوالي 25% تقريبا من اسهم نادي مانشستر يونايتد كجزء من عرضه الاخير، وده الامر اللي بياكد استمرار عائله جليزر طبعا في السيطره على اسهم مانشستر يونايتد الانجليزي، وهو عكس رغبات جماهير الشياطين الحمر اللي بتضغط بقوه للاطاحه بيهم من النادي، زي ما طبعا شرحنا لحضراتكم هذا الموقف. فيعني في ايه بالزبط. شويه قلق كده حصل مع مانشستر يونايتد. وبس هو ماتشات امبارح تحديدا هنتكلم يعني في دوري ابطال اوروبا، هي بدات او خلينا نقول كده فعلا ابتديت تحس ان هي دخلت في جو منافسه، ومنافسه قوي بشكل كبير، وكان ابرزها كمان ريال طبعا صاحب الرقم هنا، بنتكلم لغه الارقام التاريخي، فوزا بالبطوله 14 مره حتى هذه اللحظه مع نابولي، كان بطل طبعا الدوري دوري الابطال الموسم الماضي، انتهى ب 3-2 للريال، ماتش كان قوي جدا. وكمان مان يونايتد مع جلاتا سراي برده ماتش كان قوي، خلص 3-2 لجلاتا سراي. ولسه كمان عندنا ماتشات مهمه النهارده، بتتكلم ميلان وبروسيا دورتموند ونيوكاسل مع باريس سان جيرمان، يعني مواجهات كلها نقدر نقول يعني خارج التوقعات طبعا بشكل كبير جدا.